صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز بيع السيارات بالإيجار المنتهي بالتمليك؟ لا، لا يجوز الخلط بين عقدين مختلفين. الإيجار عقد مستقل والبيع عقد مستقل، وكل عقد له أحكام تختلف عن أحكام الآخر، فلا يجوز العقد أن يخلط بين عقدين مختلفين. ثم أيضا المنتهي بالتمليك، البيع لا يعلق على مستقبل، البيع لازم يكون ناجزا، ما يعلق على مستقبل. وأيضا هذا مجهول، لأن السيارة لا يدرى ماذا تنتهي إليه، ربما تنتهي إلى حالة ما تساوي شيئا. نعم.